السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن المبادلات الحرارية اللي تعتبر من أهم الوحدات الأساسية ضمن مجال الهندسة الكيميائية، وعن طريق هذه الوحدة يتم التبادل الحراري بين two fluids، أحدهم ساخن والثاني يكون بارد. فالفلود الساخن اللي يدخل للمبادل الحراري راح يطلع بدرجة حرارية أقل، والفلود البارد يدخل للمبادل الحراري راح يطلع بدرجة حرارية أعلى. بالنسبة لتصنيف المبادلات الحرارية، ما عندي تصنيف موحد أقدر من خلاله أصنف المبادلات الحرارية، لكن عندي عدة تصنيفات، كل تصنيف تعتمد على أساس معين. التصنيف الأول بالاعتماد على Types of Applications، أي نوع التطبيق، ومن خلال هذا التصنيف تصنف المبادلات الحرارية إلى Boilers and Steam Generators، إلى Condensers، وإلى radiators و evaporators و cooling tower. أما التصنيف الثاني فيعتمد على نوع الجريان داخل الهيت اكسشينجر، من خلال الجريان اللي يصير داخل المبادلات الحرارية يمكن تصنيفها إلى co-current or parallel. مثل ما مبين بالشكل الأول يكون الجريان بالنسبة للتو فلوتس متوازي، يعني السائل البارد يدخل منها ويطلع منها، والسائل الحار يدخل من هاي الجهة ويطلع من هاي الجهة، وشوفوا الأسهم طلاب متوازية، يعني الجريان يكون بنفس الاتجاه. أما النوع الثاني فهو الكاونتر كرنت، ومن خلال الرسم هذا نشوف أنه الجريان يكون متعاكس ما بين التو فلوتس، يعني أحدها ما يجري بجهة والثاني يجري بجهة أخرى. فالفلود البارد يدخل من هذه الجهة ويطلع من هذه الجهة، وانتبهوا هذا السهم الأسود يعني اللي يمثل جهة الجريان. أما السائل الحار الممثل بالسهم الأحمر فيدخل من هاي الجهة ويطلع من هاي الجهة، ويكون جريانهما متعاكس. أما النوع الثالث فهو كروس فلو، والرسم مال هذا النوع موجود فيجر 10.5 صفحة 531 بمصدركم هولمان. التصنيف الثالث هو ميكست أند أن ميكست، ومن خلال هذا التصنيف بث فلوتس ميكست، One fluid mixed, both fluids unmixed. بالنسبة للcontinuous flow heat exchangers، فعندي هنا نوعين أساسية. النوع الأول double pipe heat exchanger، واللي متكون من two pipes, one inside the other. النوع الثاني والمستخدم بكثرة واللي شفتوه بمختبر الheat transfer، فهو shell and tube heat exchanger. هذا النوع أحد الفلوتس يدخل بالتيوس والثاني يدخل للشل، وبهذا النوع أقدر أصنفه إلى one pass of shell, one pass of tubes, one pass of shell, two pass of tubes, two pass of shell, four pass of tubes. بالنسبة لحسابات الهيت ترانسفير، أقدر أستخدم قوانين الأوفر أول اللي أخذناها بالكورس الأول لحساب قيمة Q بالهيت اكسشينجر. إذا تتذكرون طلاب، فالمبدأ المستخدم بموضوع الـ overall يعتمد على two fluids أحدهما حار والثاني بارد. هذا ما معناه two convection يتوسطهم conduction تمثل بالسبك الطبقة الداخلية للأنبوب، ومثل ما تشوفون طلاب يعني hot fluid يكون بالطبقة الداخلية، وبهذا الاتجاه راح يكون الكولد فلويد. اما هذا السمك فيمثل لي الكوندكشن، فتنتقل الحراره من الهوت فلويد الى الكولد فلويد، وبهذا الشكل موضح العمليه اكثر طلاب. بالضبط نفس مبدا الاوفر اول راح يصير عند حساب قيمه كيو، يعني راح يصير عندي هنا ثلاث مقاومات. المقاومه الاولى للهوت فلويد اللي تمثل بالكونفكشن اللي هو واحد على HI في الاي اي، اما المقاومة الثانية فمقاومة التوصيل اللي هي لين R2 على R1، هذا الحد كله مقسوم على 2 باي KL. اما المقاومة الثالثة فتمثل لي بالحمل الحراري للسائل البارد، واللي قانونها واحد على HO مضروبة في الاي او، وبالتالي فإن قيمة Q النهائية تساوي T1 ناقص T2، طبعا T1 هي الداخلة و T2 هي الخارجة، مقسوما على واحد على HI في الـ AI زائد لين
R2 على R1 مقسوم على 2 باي KL هاي مقاومة التوصيل زائد 1 على HO في الـ AO. وبما أنه المساحة دي مختلفة سبب اختلاف نصف القطر فراح تكون قيمة الـ U اللي هي الـ Overall مثل بـ UI و UO. الـ UI تساوي 1 على 1 على HI زائد AI في الـ Lin R2 على R1 تقسيم 2 باي KL زائد AI على AO مضروبة بـ 1 على HO. أما الـ UO فهي 1 على AO على AI مضروب في 1 على HI زائد AO لين R2 على R1 تقسيم 2 باي KL زائد 1 على HO. وانا بوقتها علمتكم طريقة شلون تقدرون تكتبون هذا القانون مجرد تضربون في المساحة. يعني القانون الاساسي الكيو اللي تشوفون المقام مالته لما استخدم اليو اي فاضرب الاي اي اوزع على الحدود الثلاثه على المقاومات الثلاثه، ولما استخدم اليو او راح اضرب الاي او واوزعها على الحدود الثلاثه. ندخل الان بحسابات المبادلات الحراريه باستخدام طريقه ال ام تي دي. طلاب المعادلة الأساسية اللي استخدمها لحساب قيمة كيو للمبادلات الحرارية هي كيو تساوي U في الـ A في دلتا TM. الـ U هي الـ Overall والـ A الـ Area. نجي هنا للدلتا TM طلاب فهو يتمثل لي بقيم الدرجات الحرارية الأربعة للـ Two Fluids. يعني السائل الحار راح يدخل بدرجة ويطلع بدرجة، والبارد أيضا يدخل بدرجة ويطلع بدرجة، فتصير أربع درجات حرارية. فالدلتا تي ام هي علاقة رياضية أربط بين هاي الدرجات الحرارية الأربعة، أجي عوضها بهذا القانون حتى أحسب قيمة كيو. قد واحد يسأل الطلاب ليش أنا أخذت قوانين الأوفر أول بالموضوع السابق اللي قبل هذا؟ ممكن أنه قيمته يعطيك إياها دايركت بالسؤال، احيانا ما يعطيك اياها دايركت بالسؤال، فتضطر تستخدم قوانين الاوفر اول حتى تامن قيمه اليو. ومن تامن قيمه اليو وعدك الاريا ممكن تحسب الدلتا تي ام وبالتالي تستخرج قيمه كيو. بالنسبه للدلتا تي ام طلاب فعندي لها قانونين اساسيه، يعني اقدر استخرجها من قانونين. احد القانونين هو فور بارلل فلو هيت اكسشينجر للجريان المتوازي، يعني ما كان نوع الجريان كوكرنت او يقول لك بارلل فلو فتستخدم القانون الخاص بهذا الجريان. اما القانون الثاني فيخص الكاونتر كرنت فلو اي الجريان المتعاكس. الشكل الاول يمثل لي هيت اكسشينجر يكون الجريان بي متوازي ورامز لدرجة حرارة السائل الحار الداخلة بالـ THN والخارجة THOUT، وبالنسبة لدرجة حرارة السائل البارد الداخلة TCN والخارجة TCR. طبعا أنا طلاب بالحسابات بالقوانين سميتها TH1 TH2 TC1 TC2. بالشكل الأول الدلتا T1 راح تساوي THN ناقص TCN، أما الدلتا T2 فتساوي THOUT ناقص TCOUT. يعني الدلتا T1 راح تساوي لي TH1 ناقص TC1، أما الدلتا T2 راح تساوي TH2 ناقص TC2. بالنسبة للجريان المتعاكس فالدلتا T1 نفس ما تشوفون هنا راح تساوي THN ناقص TCOUT، والدلتا T2 راح تساوي THOUT ناقص TCN. يعني الدلتا T1 راح تساوي TH1 ناقص TC2، والدلتا T2 راح تساوي TH2 ناقص TC1. فيكون قانون دلتا تي ام بالنسبة للجريان المتوازي هو TH2 ناقص TC2 ناقص TH1 ناقص TC1 على لين TH2 ناقص TC2 على TH1 ناقص TC1. أي أن قيمة كيو راح تساوي لي U في الـ A في TH2 ناقص TC2 ناقص TH1 ناقص TC1، هذا الحد مقسوم على لين TH2 ناقص TC2 على TH1 ناقص TC1. طبعا الاشتقاق بصفحة 533 والاشتقاق مطلوب. أما الكاونتر فلو هيت اكسشينجر يعني لما يكون الجريان متعاكس فالدلتا TM راح تساوي TH1 ناقص TC2 ناقص TH2 ناقص TC1 على لين TH1 ناقص TC2 على TH2 ناقص TC1. وبالتالي فإن قيمة كيو راح تساوي U في الأريا في TH1 ناقص TC2 ناقص TH2 ناقص TC1 على اللين
TH1 ناقص TC2 على TH2 ناقص TC1. انتبهوا، هذا اللي انطلاب للمقدار كله، يعني تطلع قيمة TH1 ناقص TC2 على TH2 ناقص TC1 وتاخذ اللين لمقسوم هذا الحد. قبل لا نبدأ نحل أمثلة هذا الموضوع، أكو ملاحظتين مهمة. ملاحظة الأولى، قيمة كيو الأساسية اللي تساوي يو في الأي في الدلتا تي ام راح تساوي كيو هوت، راح تساوي أيضا كيو كولد. الكيو هوت راح تساوي الام اتش في السي بي اتش، طبعا الاتش هنا دلالة على الهوت فلويد، في التي اتش 1 ناقص تي اتش 2، وهنا التي اتش 1 تكون أكبر من التي اتش 2. أما الكيو كولد فراح تساوي ام سي في السي بي سي، والسي دلالة على كولد فلويد، في التي سي 2 ناقص تي سي 1، وهنا التي سي 2 تكون أكبر من التي سي 1. الملاحظة الثانية، المعادلة الأساسية لكيو تساوي يو اي في الدلتا تي ام استخدمها للدبل بايب هيت اكسشينجر، وأيضا استخدامها فور وان شل باس اند وان تيوب باس. لما عندي مولتيبل تيوب سيفرال باسز، يعني مثلا وان شل تو تيوبس، وان شل فور تيوبس، كروس فلو، فراح استخدم فيجرز 10-8 10-9 10-10 بهولمان حتى استخرج قيمة F. المعادلة الأساسية راح تصير Q تساوي U في الـ A في الـ F في الدلتا TM. F أقدر استخرجها بالاعتماد على قيم P وقيم R. قيمة R راح تساوي T1 capital ناقص T2 capital على T2 small ناقص T1 small. أما الـ P فتساوي T2 small ناقص T1 small مقسوما على T1 capital ناقص T1 small، وهاي يقدرون تحددوها بالأشكال اللي ذكرتها لكم بهولمان، فتستخرجون قيمة F عن طريق التسقيط ما بين قيمة R و P وتعوضوها وتستخرجون قيمة Q. أخذ لكم موضوع مهم اللي هو الفولينج فاكتور اللي هو معامل الاتساخ. بعد استخدام المبادل الحراري لفترة زمنية راح تبدي ترسبات تترسب على أسطح الأنابيب، مرور الزمن راح يصير تآكل بالأنابيب الموجودة داخل المبادل الحراري. طبعا هالأمور راح تقلل من كفاءة المبادل الحراري، وأقصد بمصطلح تقديد كفاءة المبادل الحراري إنه الدرجات الحرارية الخارجة للسائل الحار والسائل البارد راح تتغير. وأعطيكم مثال لهاي الحالة، نفرض أنه أنا أستخدم مبادل حراري لتسخين ماء من درجة حرارة 25 إلى 70، بعد مرور سنتين ونتيجة للترسبات وللتآكل الممكن يصير بداخل المبادل الحراري، راح نشوف درجة الحرارة الخارجة بدل ما تكون 70 راح تكون 65 أو 66، ورا 5 سنوات ممكن تكون 63، وراء سنوات أكثر ممكن تنزل حتى للستين أو تنزل للخمسين. فمعناته هنا طلاب أنه كفاءة المبادل الحراري قلت حراريا. ونفس الكلام هذا طلاب يطبق على السائل الثاني المراد تبريده، يعني لما يدخل فلويد معين للمبادل الحراري بدرجة حرارة 60 مثلا ويخرج بدرجة حرارة 25، وبمرور الزمن يعني وراء سنتين مثلا أو ثلاثة راح تصير الدرجة الخارجة 28، وراء زمن أكثر تصير 30 أو بالثلاثينات أو ممكن حتى يصعد الأربعين مع تقادم المبادل الحراري. فبالتالي لازم تكون عملية صيانة مستمرة للمبادل الحراري. طبعا أرمز للفولينج فاكتور الرمز RF وقيمته تساوي 1 على U dirty ناقص 1 على U clean، واليو dirty تعتمد على الدرجات الحرارية الخارجة من المبادل الحراري والمتغيرة بتأثير معامل الاتساخ. يعني لما تتغير الدرجات الحرارية الخارجة من المبادل الحراري بتأثير معامل الاتساخ راح تتغير كذلك قيمة U، يعني بعد أن كانت U كلين راح تتكون U ثانية اللي هي U ديرتي، واللي أحسبها بالاعتماد على الدرجات الحرارية المتغيرة. أبدو وياكم بحل الأمثلة طلاب. المثال الأول، عندي ماء مطي قيمة الماس فلوريت مالته 68 كيلوغرام بير مينيت is heated from 35 to 75 سيليزي. انتبهوا طلاب، رح أعلمكم شون تحددون الـ TH1 والـ TH2 والـ TC1 والـ TC2 وتطبقوها بالقانون مع الـ Delta TM.
قايد بالسؤال is heated from 35 to 75، سخن من 35 إلى 75، يعني صارت عليه عملية تسخين. إذا هو شو يمثل لي؟ إذا يمثل لي الفلود البارد. ليش يمثل لي الفلود البارد؟ لأن صارت بيه عملية تسخين من 35 إلى 75. إذا ال 35 تمثل لي تي سي 1 وال 75 تمثل لي تي سي 2. الفلود الآخر هو الأويل، ومطي قيمة السي بي مالته 1.9 كيلو جول على كيلو جرام سيليزي. مطي بالسؤال نوع الجريان كاونتر فلو، يعني متعاكس، وقايل انه الاويل انترز ذا اكستشينجر ات 110 سيليزي ويطلع بدرجة حرارة 75 سيليزي. اذا يدخل ب 110 ويطلع بدرجة حرارة 75، اذا صارت عليه عملية تبريد. اذا هو شنو طلاب؟ هو الفلود الساخن. اذا ال 110 راح تصير تي اتش 1 وال 75 راح تصير تي اتش 2. بعد ان حددت الدرجات الحرارية الاربعة استخرج من خلالهن دلتا تي ام. قيمة الاوفر اول 320. يريد بالسؤال مساحة الهيت اكسشينجر. مطي قيمة السي بي مالت الماء 4.18 كيلو جول على كيلو جرام سيليزي. فقيمة كيو تساوي ام دبليو في السي بي دبليو في الدلتا تي دبليو تساوي الام او في السي بي او في الدلتا تي او. طبعا هاي الاو ارمز لها الووتر والاو الاويل، وتساوي يو اي دلتا تي ام، يعني كيو اقدر استخدمها من اليو اي دلتا تي ام او من هوت فلود او من كولد فلود. فأختار أحد الفلوت وأستخرج قيمة كيو، فكيو مات الـ W تساوي M W في الـ C B W في الدلتا T W. هنا أنا الـ M حولتها يعني هي كيلوغرام سكند، 68 على 60 في 4180 في 75 ناقص 35، قلنا T C 2 ناقص T C 1، وبالتالي فإن قيمة الكيو تساوي 189500 واط. استخرج الدلتا تي ام، وبما انه الجريان متعاكس فالقانون مالته هو تي اتش 1 ناقص تي سي 2 ناقص تي اتش 2 ناقص تي سي 1 على لين، هذا المقدار كله تي اتش 1 ناقص تي سي 2 تقسيم تي اتش 2 ناقص تي سي 1. فاعوض 110 ناقص 75 ناقص 75 ناقص 35 على لين، 110 ناقص 75 تقسيم 75 ناقص 35، وبالتالي فإن قيمة دلتا تي ام راح تساوي 37.44 سيليزي. استخرج قيمة الاريا من قانون كيو، الاريا تساوي كيو على يو دلتا تي ام، ويساوي 189500 في 320 في 37.44 في ويساوي 15.82 متر تربيع، وتمثل قيمة مساحة الهيت اكسشينجر. كان يقدر يصعب السؤال لما قيمة يو ما يعطيك اياها، يعني تستخرجها عن طريق قوانين الاوفر اول، وممكن تستخرج قيم اتش عن طريق قوانين الحمل، الاعتماد على النسط نمبر والكيسز والخصائص، بس راح يكون السؤال مطول جدا بهالحالة. بالمثال الثاني طلاب يقول انه بدل الهيت اكسشينجر، يعني كان مستخدم دبل بايب هيت اكسشينجر، استخدم شغل اون تو تيوبس باسز. طالب بالسؤال المساحة عند تغيير هذا الهيت اكسشينجر. الحل راح يكون نفس الاسلوب ما عدا قانون كيو الاساسي، راح اضيف الفاكتور اف بالاعتماد على قيم بي وقيم ار، راح استخدم الفيجر 10-8 فعوض قيم بي وقيم ار، استخرج واسوي عملية تسقيط حتى اطلع قيمة الاف حتساوي 0.81، وعوضها بقانون كيو، يعني الاريا حتساوي 189500 تقسيم 320 قيمة اليو في ال 0.81 قيمة اف في 37.44 قيمة الدلتا تي ام، وبالتالي فان المساحة حتساوي 19.53 متر مربع. المثال الثالث مطي كاونتر فلو دبل بايب هيت اكسشينجر از يوز تو كول اويل من 100 الى 60. اذا قايل لتبريد الاويل من 100 الى 60، بما انه صارت عليه عملية تبريد، اذا هو الهوت فلود، اذا ال 100 هي تمثل لي تي اتش 1 وال 60 تمثل لي تي اتش 2. الفلود الثاني هو الووتر، مطي قيمة الدايميتر مالت الانبوب الداخلي 25 ملم، وقيمة
ماس فلوريت اللي هي 0.2 كيلو جرام على سكند، ومطف ماس فلوريت مات الاويل 0.1 كيلو جرام على سكند، والدايميتر الخارجي هو 45 ملي متر. ايضا بهذا السؤال يريد المساحة if the water enter at 30 CDZ، اذا كانت درجة حرارة الماء الداخل للمبادل الحراري هي 30 CDZ، ما مطيني درجة الحرارة الرابعة. راح استخرجها درجة الحرارة الرابعة من قانون التساوي، يعني من Q water تساوي Q oil، يعني M W في C B W في الدلتا T W تساوي M oil في C B oil في الدلتا T oil. استخرج بالبداية Q oil اللي هو 0.1 في 2131 في TH1 ناقص TH2 يعني 100 ناقص 60 ويساوي 8524 واط. عوض معادلة Q oil اللي استخرجتها واللي بالغ قيمتها 8524 معادلة الفلود الثاني واللي هو الماء، فأقول 8524 تساوي 0.2 في 4178 في تي 2 ناقص 30. وانتبهوا هنا طلاب، هنا ممكن الطالب يغلط، يعني قد واحد يعوض 30 ناقص تي 2 أو تي 2 ناقص 30. طبعا بما أنه هو هنا السائل البارد وقانون الأساسي مالته أنه M في السي بي في التي سي 2 ناقص تي سي 1 قايد بالسؤال انتر عاد 30، يعني هاي تمثل لي تي سي 1، فمن أعوض أقول دلتا تي يعني تي سي 2 ناقص تي سي 1، إذا أقول تي 2 ناقص 30، بالتالي فإن قيمة تي 2 راح تساوي 40.2. أستخرج قيمة دلتا تي أم بعد أن الدرجات الحرارية الأربع عرفتهن تي اتش 1 ناقص تي سي 2 ناقص تي اتش 2 ناقص تي سي 1 على لين تي اتش 1 ناقص تي سي 2 على تي اتش 2 ناقص تي سي 1، أعوض 100 ناقص 40.2 ناقص 60 ناقص 30 على لين 100 ناقص 40.2 على 60 ناقص 30، وبالتالي فإن قيمة دلتا تي ام راح تساوي 43.2 سيليزي. وشغلة مهمة بالسؤال طلاب، انه اعطاني قيمة اليو اي، حسابات المساحة راح اعتمد على الدي اي واللي قيمتها 25 ملي متر، فالاريا تساوي كيو على يو دلتا تي ام، الكيو هي 8524، اليو مطيني اياها 58.1، دلتا تي ام استخرجتها 43.2، وبالتالي فإن قيمة المساحة راح تساوي 3.4 متر مربع. في حالة الطلاب يطلب مني قيمة ال L length of heat exchanger، فقانون الاريا راح يساوي لي باي في الدي اي في ال L، فقانون ال L يساوي لي A على الباي في الدي اي، يعني 3.4 على باي في 25 في 10 أس ناقص 3، وبالتالي فإن قيمة الـ L تساوي 43.312 متر. مثال اللي بعده، عندي صوديوم كلورايد براين محلول ملحي وعندي الفلود الثاني هو الماء، مط الماس فلوريت مالت البراين هو 1.8 كيلو جرام على سكند، ومالت الووتر هو 1.05 كيلو جرام على سكند، وقايد بالسؤال the brine enters at سالب 8 and leaves at 10 CDZ، يعني يدخل بسالب 8 ويطلع بدرجة حرارة 10. إذا هنا صارت عملية تسخين، إذا البراين هو الكولد فلوت، إذا سالب 8 تمثل لي TC1 والعشرة تمثل لي TC2. مط بالسؤال the water enters The heat exchanger at 32 CDZ، مطي بس درجة حرارة داخلة للماء 32، ما مطي درجة مطي المساحة 55 متر مربع. يريد بالسؤال قيمة الـ overall heat transfer، مطي قيم الـ CB 3.38 and 4.18 كيلو جول على كيلو جرام CDZ لكل من الـ brine and water. بالبداية لازم أستخرج الدرجة الخارجة مالت الماء، حتى من وراها استخرج قيمة الدلتا تي ام واللي تعتمد على اربع درجات حرارية. فمن قانون التساوي كيو براين تساوي كيو ووتر، فام سي بي دلتا تي مالت البراين تساوي الام سي بي دلتا تي مالت الووتر 1.8 في 3.38 في تي سي 2 ناقص تي سي 1 يعني 10 ناقص ناقص 8 يساوي 1.05 في 4.18
في 32 ناقص تي 2. ليش هنا طلاب قلت 32 ناقص تي 2؟ يعني ما قلت تي 2 ناقص 32. الووتر عندي هنا راح يكون هو الهوت فلوت، وقانون الكيو مات الهوت انا قايل لكم هو كيو تساوي ام سي بي تي اتش 1 ناقص تي اتش 2. وقايل بالسؤال انه انتر ات 32، اذا هاي 32 تمثل لي قيمه تي اتش 1، فيصير بالقانون 32 ناقص تي 2 يعني تي اتش 1 ناقص تي اتش 2، وبالتالي فان قيمه تي 2 راح تطلع 7 سيليزي. اعوض الدرجات الحراريه لاربعه حتى استخرج دلتا تي ام، بالتالي فان دلتا تي ام راح تساوي 18.3. من قانون الكيو استخرج قيمة اليو، اليو راح تساوي كيو على اي دلتا تي ام. طبعا طلابي هنا صححوا قيمة كيو تساوي 109.512 بدال 3.38 تقسيم 55 هاي بدال 1.8 في 18.3، وبالتالي فإن قيمة اليو راح تساوي 0.11 كيلو جول على متر مربع سيليزي. لا يزداد وقت الفيديو أكثر، رح أترك المثال الأخير عليكم طلاب تحلونه نفس الأسلوب. سنتبهوا أنا مطيكم واجب بيتي، ما قلتكم يعني هذا السؤال سهل، بيه فكرة حاولوا أنه تحلونه. بلكم موضوع الأفكتفنس and the number of transfer unit NTU، طريقة NTU يعني هي طريقة ثانية أقدر أستخدمها بحلول موضوع الهيت اكسشينجر، إضافة إلى الطريقة الأولى اللي أخذناها اللي هي LMTD. هاي الطريقة تسمى NTU method، من خلالها راح احسب قيمة الافكتفنس اللي ارمز لها بالرمز E وتساوي actual heat transfer على maximum heat transfer يعني Q على Q max. الactual heat transfer قيمة Q اخذناها بطريقة LMTD، يعني لما يكون عندي نوع الجريان من نوع الكاونتر متعاكس، ف Q hot حتساوي لي MH في CBH في TH1 ناقص TH2، اما Q cold حتساوي MC في CBC في TC2 ناقص TC1. هاي بالنسبة للactual heat transfer. اما لحساب قيمة Q max يكون نوع الجريان متوازي كوكرنت، فالكيو ماكس راح تساوي سي من في التي اتش 1 ناقص تي سي 1. فمن هذا القانون معناته انه الكيو اكتوال راح يساوي الاي هي الافكتفنس في السي من في التي اتش 1 ناقص تي سي 1. اما بالكاونتر فلو لما يكون نوع الجريان متعاكس، فالكيو ماكس راح تساوي سي من مضروبه في التي اتش 1 ناقص تي سي 2. تبقى مسألة هاي السيمن، شنو معنى سيمن؟ كل فلو الطلاب سواء كان حار أو بارد إلى قيمة M ماس فلوريت وإلى قيمة CB، فراح أضرب مقدار M في CB وأرمز لها بالرمز C، معناتها راح أطلع قيمتين للسي، واحدة للفلويد الحار والثانية للفلويد البارد. فقيمة C الأكبر راح أسميها C max، وقيمة C الأصغر راح أسميها سيمن. فبكيو ماكس راح اعوض قيمه السي من المعادله. احسب قيمه الافكتفنس معناتها عندي اربع احتمالات، يعني احتمالين بالنسبه للبارل فلو واحتمال بالنسبه للكاونتر فلو. فلما عندي بارل فلو، لما تكون الافكتفنس دلاله الهوت فلويد راح يكون ام اتش في سي بي اتش في تي اتش 1 ناقص تي اتش 2 على الام اتش في السي بي اتش على في تي اتش 1 ناقص تي سي 1. اقدر اختصر، وبالتالي فان قيمة الافكتفنس بدلالة الهوت راح تساوي تي اتش 1 ناقص تي اتش 2 على تي اتش 1 ناقص تي سي 1. بالنسبة للكولد الام سي في السي بي سي في تي سي 2 ناقص تي سي 1 تقسيم ام سي في السي بي سي في تي اتش 1 ناقص تي سي 1، اختصر نفس الشيء، وبالتالي فان قيمة الافكتفنس بدلالة الكولد فلويد بالبارل فلو راح تساوي تي سي 2 ناقص تي سي 1 على تي اتش 1 ناقص تي سي 1. نفس الحاله بالنسبه للكاونتر فلو، راح اعطيكم اياها دايركت المعادله الاخيره، فان الافكتفنس بدلاله الهوت راح تساوي تي اتش 1 ناقص تي اتش 2 على تي اتش 1 ناقص تي سي 2، وبدلاله الكود راح تساوي تي سي 1 ناقص تي سي 2 على تي اتش 1 ناقص تي سي 2. ومن خلال هاي المعادلات الاربعه اقدر اطلع معادله جنرال للافكتفنس استخدمها بحلول يعني كل المسائل، انه الافكتفنس راح تساوي لي دلتا تي
بالنسبة للمينيمم فلود، المينيمم فلود قلت لكم اللي هو قيمة السي مالته أقل، يعني قيمة ام سي بي أقل من الفلويد الثاني، فدلتا تي مينيمم فلود على ماكسيمم تمبريتشر ديفرنس ان هيت اكسشينجر. شنو يقصد ماكسيمم تمبريتشر ديفرنس ان هيت اكسشينجر؟ يعني الفرق بين أعلى رقم أقل رقم بالنسبة للتمبريتشر، يعني السيستم بي فور تمبريتشر تختار بين أعلى رقم وأقل رقم. قيمة NTU راح تساوي اليو في الـ A على السيمن، اليو هو الـ overall والـ A الـ area، والسيمن تمثل لي هي أقل قيمة بالنسبة لـ M في CB من بين الـ two fluids الـ hot and cold، والـ Cmax هي القيمة الأعلى لـ MCB. وعندي طريقتين أقدر من خلالها أستخرج قيمة الأفكتفنس غير القانون اللي اعطيتكم إياه. الطريقة الأولى باستخدام تيبل 10-3 بهولمان، واللي تقدر من خلالها تستخرج قيمة E باعتماد على التايب أوف هيت إكسشينجر وعلى علاقة تربط ما بين الـ NTU وقيمة C. C هنا تساوي لي سيمن على C max. بالإمكان أيضا استخراج قيمة الـ E بالاعتماد على فيجرز، يعني من 10-12 إلى 10-17 موجودة عندكم مصدر هولمان. كل فيجر يربط ما بين قيمة NTU وقيمة C اللي هي سيمن على سي ماكس، يعني تستخرج قيمة NTU وتستخرج قيمة C وتقوم بعملية التسقيط حتى تستخرج قيمة الأفكتفنس. طبعا كل فيجر يخص نوع من أنواع المبادلات الحرارية. بالنسبة لحلول مسائل هذا الموضوع، يعني ممكن بالسؤال هو يحدد لك استخدم طريقة NTU أو تستخدم هذه الطريقة لما يعطيك درجتين حرارية بالسيستم. يعني الموضوع السابق كان يعطينا 3 درجات حرارية، ممكن أنا أستخرج الرابعة، بس إذا أعطاك درجتين فقط صعب تحل هذا السؤال باستخدام الطريقة الأولى، فتضطر تستخدم طريقة NTU. أضيف لكم مثال، عندي Cross Flow Heat Exchanger Unmixed Oil، الماس فلو ريت مالته 0.725 كيلوغرام على سكند، عن تمبريتشر 15 سي ديزي. الفلويد الثاني عندي ووتر ميكست ات فلو ريت 5.2 كيلوغرام على سكند، ومط التمبريتشر 130 سي ديزي، مط قيمه يو 275 وات بير متر سكوير سي ديزي، مط قيمه الاريا 1.82 متر مربع، مط ايضا قيم السي بي بالنسبه للاويل 1.9، بالنسبة للووتر 1.86 كيلو جول على كيلو جرام سي ديزي. طالب بالسؤال قيمة كيو، ونفس ما تعرفون طلاب انه قيمة كيو اقدر استخرجها بثلاث معادلات، معادلة الهيت اكسشينجر الاساسية اللي هي يو في الاي في الدلتا تي ام، ما تفيدني لان ما عندي 4 درجات حتى استخرج قيمة الدلتا تي ام، او من قانون كيو هوت او كيو كولد، ايضا صعب استخدمهن لان ما عندي الدرجة الحرارية الثانية، يعني كل فلويد مطيني درجة حرارية واحدة، فاستخدم طريقة الافكتفنس حتى استخرج الدرجة الحرارة الثانية. نستخرج درجة الحرارة الثانية راح استخرج قيمة كيو. بالبداية استخرج قيمة سيمن وسي ماكس، فاقوم بضرب قيمة ام في السي بي لكل فلويد، ام دبليو في السي بي دبليو 5.2 في 1.86 ويساوي 9.67 كيلو وات. بالنسبة للسي اويل، ام اويل في السي بي اويل 0.725 في 1.9 ويساوي 1.38، اذا السي دبليو هو الماكس والسي اويل هو المن. في الوقت استخرج قيمة سي اللي هي سيمن على سي ماكس 1.38 على 9.67 ويساوي 0.143، واستخرج قيمة الـ NTU UA على سي من اليو 275، الاريا مطيها 10.82، والسيمن انا استخرجته بالسؤال 1380، انتبهوا هنا حولت من الكيلو وات الى الوات، وبالتالي فان قيمة NTU تساوي 2.156. فاستخدم طريقة التيبل اختار المعادلة اللي تخص هذا النوع من الهيت اكسشينجر، فالاي تساوي 1 على السي مضروبة في 1 ناقص اكسبونينشال قوس ماينس سي قوس 1 ناقص اكسبونينشال ماينس ان، هاي الان هي الان تي نفسها، فعوض 1 على 0.143 قوس 1 ناقص اكسبونينشال ماينس 0.143 قوس 1 ناقص اكسبونينشال ناقص 2.156، وبالتالي فإن قيمة الأفكتفنس تساوي 0.831. أعوض قيمتها بقانون الجنرال
الاي تساوي دلتا تي من على الدلتا تي ماكس ان هيت اكسشينجر، والدلتا تي من راح تساوي الافكتيفنس في الدلتا تي ماكس. دلتا تي ماكس انا عندي اللي هي 130 و15، ف 0.831 في 130 ناقص 15 ويساوي 95.5، هاي تمثل لي دلتا تي مينيمم، يعني دلتا تي مالت الاويل. الكيو تساوي ام سي بي دلتا تي، يعني سي دلتا تي، سي مطلعها 1.38 في 95.5 ويساوي 132 كيلوات قيمة كيو. صار وقت الفيديو طويل نوعا ما، بس طلاب مثل ما تعرفون هذا موضوع مهم لازم انطي حقه. اتمنى انه استفاديتوا من هذا الفيديو، اي سؤال او استفسار تقدر تسأل وانا ان شاء الله باسرع وقت راح اجاوب.